البيع مبادلة مال بمال. متى ما تمت المبادلة هذا هو البيع. يعني هذا الجهاز لو أعطيتك هذا الجهاز وأخذت منك جهازا آخر هذا بيع، يترتب عليه ما يترتب على البيع. ولذلك على سبيل المثال لو قلت لشخص هذا الشماغ خذه وأنت في المسجد، خذه وأنا آخذ شماغك، فحرام، لأنه مبادلة مال بمال. لكن أين وقع؟ لو وقع خارج المسجد لا إشكال، لكن داخل المسجد هذا بيع. والبيع في المسجد قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. مجرد مبادلة شيء بشيء هذا بيع، تلزم به.